تحياتي لكل السادة المشاهدين وأهلا بكم وفقرة جديدة من برنامج الأطباء. أي حاجة في حياتنا، أي عملية بندخلها، بنقول إن في نسبة نجاح ونسبة فشل، يعني 50-50، بس إلى حالة واحدة ما ينفعش أقبل فيها النسبة دي، وهي نسبة الحقن المجهري أو عملية الإنجاب عامة. يعني أي أم نفسها تسمع كلمة ماما ما بتقبلش إن الدكتور يقول لها 50-50، لا 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 أنا عايزة 100%. للأسف بقينا نسمع شائعات نتكلم عن الحقن المجهري، تعمليش الحقن المجهري، لا 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 ملهوش نسبة خالص نجاح. الكلام ده غلط، الكلام ده شائعات. احنا النهاردة هنتكلم يعني ايه نوصل لأعلى نسبة نجاح حقن المجهري، وخاصة ان الام دي هو ما وصلتش لحلم الامومة بالعملية الطريقة الطبيعية اللي هو الحمل الطبيعي، فلازم تحتاج الى حقن مجهري، ولازم عشان توصل لنسبة نجاح لازم تختار طبيب ماهر جدا 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 وطبيب ومعمل على اعلى كفاءة عشان توصل لنسبة نجاح عالية جدا في عملية الحقن المجهري. خلوني الاول ارحب بضيفي وهو اسم كبير في هذا المجال، استاذ دكتور محمد مقبل، استشاري ودكتوراه امراض النساء والتوليد والعقم، استشاري ودكتوراه أمراض الذكورة والعقم، الجمعية الأوروبية والأمريكية للتكاثر البشري وعلم الأجنة، رئيس وحدة الإخصاب المجهري بالمستشفى الجوي. ازيك يا دكتور منور؟ أهلا بك. دكتور، عملية الحقن المجهري بتفشل وفلوسها كتيرة جدا، فبلاش نعمل منها، الكلام ده صح؟ طبعا ما ينفعش الكلام ده، لأن الإنجاب ده هتشوفوا قيمته قد إيه دلوقتي في الحالة اللي احنا هنقولها. الإنجاب ده يستاهل إن الإنسان يضحي بحاجات كتير قوي ويكافح من أجله. وأنا بستغرب إزاي في ناس سايبة نفسها من غير علاج، ويقول لك لو ربنا رايد هنجي من غير أي حاجة. ما هو ربنا رايد إنك تروح للدكتور وتتعب وتجتهد علشان يكرمك بالولد. في نسبة فشل في الحقن المجهري، لكن اللي يفشل الحقن المجهري لا يأس في مرة تانية وفي مرة تالتة. ثلاث مرات أعتقد أكثر من 90% من الناس بيحصل لها حمل. طب أسباب الفشل بتاعت الحقن المجهري هل ترجع للطبيب ولا للزوجة ولا للزوج؟ قول للزوجة. طب الزوجة لا يا دكتور، هناك أكثر من 1000 سبب لفشل العملية، أكتر من 1000 سبب. فشل العملية ممكن ينتج إن الزوجة فيها أمراض أنا ما خدتش بالي منها، أو الزوج فيه مشكلة أنا ما خدتش بالي منها، سكر، ضغط، بياخد مخدرات، بياخد مكيفات، بيدخن بطريقة مكثفة. ممكن قوي إن الست لخبطت في أخذ الحقن، ممكن الحقن نفسها مش جيدة فيها مشكلة. شوف أنت ماشي إزاي. ممكن أنا ما اخترتش العلاج الصح لهذه المريضة. التنشيط، كل مريضة لها طريقة في التنشيط تختلف عن التانية، زي ما كل واحدة لها لبس يناسبها لكن ما يناسبش غيرها. الوقت اللي هتدي فيه حقنة التفجير، أداها النهاردة وأعمل بعد 36 ساعة ولا استنى كمان يوم، كل ديت بتبقى صعبة قوي، يعني بتتوقف عليها فشل ونجاح العملية. سحب البيضات، طريقة سحبها، الجو المحيط وانت بتسحبي ومحيط في المعمل، كل ده ممكن يموت لبيضة، ممكن درجة حرارة زايدة شوية أقل شوية ضاعت من البيضات اللي الست تعبت فيها ديت. المعمل بقى في حد ذاته، معمل الأجنة مهم جدا. طيب هو كون لي أجنة كويسة وتعب وكده، بس بيعمل لود، بيعبي الأجنة في الأسطرة عشان يزرعها، حصلت له مشكلة ضيعها. انت عارفة ان الفترة ما بين ان الدكتور يعمل لود يعبي الأسطرة في الأجنة، يحط الأجنة في الأسطرة وزرعها، بتؤثر جدا على نتيجة الحمل. يعني لو زادت عن 60 ثانية بتقل نسبة الحمل. يعني السرعة ليها عامل على نجاح العملية مهم جدا. تعرفي ان احيانا بيبقى النقل صعب فاضطر امسك بعنق الرحم، دي تقلل نسبة الحمل. عوامل كتيرة قوي بتؤثر على نسبة الحمل، ليس منها ان الست بتجري او بتتحرك او بتطلع الدور العاشر زي ما الناس تقول لك. والله الست لما بتفشل عمليتها اللي حواليها بيدمروها. اصل انت اهملتي، اصل انت اتحركتي، اصل انت طلعت السلم، اصل انت اكلتي اكله لازم هتنزل الجنين. ليس لهذه الاشياء كلها سبب في قله الحمل. طيب احنا معانا تقرير يا دكتور، ايه رايك نشوفه ونرجع تاني؟ خلونا نطلع نشوف التقرير ونرجع تاني.
ليه احنا اكبر مستشفى على مستوى العالم متميز في علاج العقم؟ علشان عندنا خبرة اكثر من 35 سنة في علاج تأخر الانجاب والعقم، ولدينا كل المقومات المتقدمة، الفحص والتشخيص، الأشعة الرباعية المتقدمة، احدث المعامل الخاصة بالأجنة والإخصاب المجهري، العلاج الخاص بكل حالة على حدة، وأيضا كل الخطوات اللازمة قبل الإخصاب. النهاردة الحلم حلم مجمع. النهاردة الحلم معانا هنتابع أبطال القصة محمد عبد فتحي ومنى هريدي من الأسكندرية. الحمد لله عمل عينة الخصية وخرج بالسلامة، واستنيناه لما فات، ولما جينا نصور معاه قال لا أنا عايز الأستاذ الدكتور محمد مقبل، أنا بشوفه برتاح نفسيا. النهاردة بقى تمت عملية النقل أو الزرع المدى منى، مش كده؟ بإذن الله، وربنا يمن عليها بالخير يا رب. إذا منى هريدي بعد 6 سنوات تنتظر مولودها لأول مرة، محمد عبد الفتحي بعد 6 سنوات ينتظر مولوده لأول مرة. دكتور التقرير حلو جدا، عايزين بقى نعرف من حضرتك ان العمليه دي او السيده دي عملت العمليه 4 مرات وفشلت، وانا عارفه عن حضرتك ان انت ما بتقبلش بالفشل، فعملت ايه؟ اولا محمد فتحي يا ريت كل الناس تترحم عليه، الله يرحمه. الراجل ده ربطتني علاقه بابوه من يوم ما جه اول مره لغايه قبل ما يموت على طول، كان في تواصل معايا، كان اخ لي الله يرحمه. علشان كده انا بقول اللي خلف ما ماتش، هو ساب عبد الرحمن ابنه دلوقتي ذكرى له، فترحموا عليه. هو جاني عامل بقاله 5 سنين متجوز، وعمل قبل ما يجيني 4 مرات عملية اخصاب مجهري ولم تنجح اي واحدة منهم، كان عاملهم في مراكز تانية. فمحمد تحبه لما تشوفه تحبه طبعا، قلت طب اديني فرصة اسبوع تعالى لي، وقعدت ادرس حالته، خد ايه، خد علاج ايه، ايه المشكله اللي فيه، ايه المشكله اللي في مراته. فتح الخصيه 4 مرات. طب انت هتفتح الخصيه الثاني 5، هل هتلاقي فيها؟ ما تلاقيش، ان كتر التكرار فتح الخصيه بيعمل نوع من التليف في الخصيه. فدرست الحاله واخترت له احسن طريقه للعلاج، واهتميت به جدا هو ومراته، وعملت له عمليه الاخصاب المجهري باهتمام شديد قوي، وكانت فرحة كبيرة ان انا الاقي اختبار الحمل بتاعه ايجابي، وقاعد يسجد لربنا لن انسى اليوم ده. وبدا يتبين يجيني من اسكندرية للقاهرة، ما كنتش لسه فتحنا في اسكندرية، لغاية ما ربنا كرمنا وكملت الحمل وولدت عبد الرحمن زي ما انتم شايفين بالقيصرية. والراجل ده كان فرحان قوي بابنه بطريقة مش معقولة، لان هو كان عنده مشاكل مرضية في نوع من انواع التشوهات وكده، وكان في نفسه انه ينجب حد يرثه، كان يقعد يقول لي كده انا نفسي اسيب ذكرى، وكانه كان حاسس ان هو مش هيكمل مع ابنه لما يكبر. طيب نورتنا يا دكتور، وميرسي جدا على المعلومات اللي حضرتك اديتها لنا. بشكر اسم كبير في هذا المجال استاذ دكتور محمد مقبل، استشاري ودكتوراه امراض النساء والتوليد والعقم، استشاري ودكتوراه امراض الذكوره والعقم، الجمعيه الاوروبيه والامريكيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه، رئيس وحده الاخصاب المجهري بالمستشفى الجوي. شكرا ليك يا دكتور على وجودك معنا، وبشكر كل الساده المشاهدين، وانتظروا كل جديد في الاطباء.